اجتماع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أجل الوقوف على سير وتنفيذ مختلف مكونات برنامج أوراش. البرنامج أطلقته الحكومة قبل أشهر قليلة مكن من توفير أزيد من 30,000 فرصة عمل في عدد من أقاليم المملكة. وجا الوقت باش كنديروا واحد الحصيلة أولية عملية ديال برنامج أوراش. المهم في الأمر هو كيف ما أعلن السيد رئيس الحكومة وصلنا الحمد لله لأعداد جد متقدمة، أكثر من 30,000 توصلوا بالأجور ديالهم في أوراش في مختلف الأقاليم ديال المملكة. جميع الإجراءات الجمعيات أكثر من 1700 جمعية اللي تم تكوين ديالها والمستفيدات والمستفيدين الحمد لله غاديين بواحد السرعة مهمة جدا. الحصيلة الأولية التي تم استعراضها خلال هذا اللقاء تظهر التفاعل الإيجابي لعدد كبير من المغاربة مع البرنامج. المسؤولون الجهويون التابعون للوزارة كل حسب مهامه واختصاصاته قدموا مجموعة من العروض الدقيقة حول عملية سير إنجاز البرنامج ومختلف الصعوبات التي قد تواجه تنفيذه وفق شروط الحكامة والفعالية على مستوى مختلف أقاليم المملكة. برنامج أوراش، البرنامج يتقدم بشكل جيد بعد 3 أشهر أو 4 أشهر من انطلاق التفعيل ديالو، وكي يعني النتائج اللي كنتوصلوا بها من جميع الأقاليم ديال المملكة بجد مطمئنة على مدى على التقدم ديال البرنامج. برنامج أوراش الذي تم إطلاقه في يناير المنصرم يضم شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022، وشق ثاني متعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.